ولنقاش ملف احتمالات إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد وانعكاسات ذلك بعد الاعتداءات من قبل الميليشيات على البعثات الدبلوماسية في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا بكم سيدي. أهلا ومرحبا. كيف تقرأ الأنباء الواردة حول انسحاب السفير الأمريكي في بغداد إلى أربيل أو إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار؟ يعني هو هذا الإجراء كثير من الدول عندما تشتد الأزمات حول مشاكلها في دول ما تقوم بسحب سفاراتها، يعني هذا ليس إجراء جديدا، هو شكل من أشكال الاحتجاج وشكل من أشكال الدفاع عن النفس. أما في بغداد فالهدف مختلف تماما، الهدف أن هناك صراع خفي على النفوذ داخل العراق لا يخفى على أحد، الكل يعرف هذا الصراع، وهذا الصراع على الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي الخاسر الأكبر فيه، رغم أنها هي من ألحقت الضرر الاستراتيجي بالعراق وسلمت العراق لخصومها الإيرانيين. نعم. هل تتوقع أي خطوة أمريكية للتصعيد بعد في حال تم إغلاق السفارة فعليا؟ أنا لا أعتقد أن الأمريكان بوارد التصعيد قبل الانتخابات، هي محاولات لتحسين شروط الرئيس الأمريكي في الانتخابات، فليعلن ها أنا أضغط على الإيرانيين، ها أنا أسحب من العراق الطاقم الأمريكي المعرض للمخاطر، أنا أحافظ على أرواح الأمريكان. يعني أصبحت بلداننا وقضايانا ليست من أكثر من أوراق انتخابية في صناديق الولايات المتحدة تارة وفي صناديق إسرائيل تارة أخرى. يعني المؤسف أنه ترامب اليوم يعجل في تطبيع المنطقة وفرض إسرائيل كأمر واقع ويخلق المزيد من المشكلات في المنطقة لدولنا ولشعوبنا. هل ما زلت معنا أستاذ حسين؟ نعم. نعم. فقط كانت هنالك الكثير من الإدانات من قبل قيادات الميليشيات والفصائل في العراق، إدانة للاعتداء على البعثات الدبلوماسية، كيف يمكن قراءة مثل هذه الإدانات وهذه الفصائل نفسها كانت ترفع شعار الموت لأمريكا؟ يعني هم لا زالوا يتحدثون عن أنهم سيخرج القوات الأمريكية بالضغوط السياسية كونهم يمتلكون السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في آن ما، وبالتالي هم لا يحتاجوا لقصف السفارة الأمريكية أصلا. يعني إذا كان لديهم إجماع في البرلمان ولديهم سلطة واسعة في السلطة التنفيذية هم وحلفائهم الإيرانية، فهم يستطيعوا أن يطالبوا القوات الأمريكية بالرحيل فورا. يعني وهذا موقف ضعيف بالنسبة للولايات المتحدة. أعتقد أنه هناك مماحكات يعني لتحسين شروط كل طرف، الأمريكان غير راغبين في المواجهة ولا الإيرانيين راغبين في المواجهة شاملة في هذه الظروف ما قبل الانتخابات الأمريكية، لأنه إذا ترامب شعر بأنه هو سيفقد البيت الأبيض قد يذهب إلى حماقات مهمة تؤجل الانتخابات، تفعل تعلق أو على الأقل تعلق الانتخابات في أمريكا. ما مدى أهمية حرص الحكومة، أي حكومة، على مصلحة بلدها، مصلحة العراق التي اليوم هي في ساحة يتصارع فيها نفوذين الأمريكي والإيراني؟ أختي الكريمة، لا أحد في العراق تهم مصالح العراق في النقب السياسي الحاكم، الكل له أجندة خارجية، الكل يعمل لحساب قوى إقليمية ودولية، وآخر هم هؤلاء العراق. يعني من يهمه العراق إما طريدا وإما شريدا وإما سجينا، هؤلاء فقط ينفذون أجندات المنطقة، تارة الأجندة الإيرانية، تارة الأمريكية، تارة الخليجية، تارة الأردنية، تارة التركية. يعني لا أحد في العراق اليوم هم العراق، انسى هذا الموضوع، ليس لدينا حكومة في العراق. العراق اليوم مستباح للقريب والبعيد.
ما دلالات السيناريو الذي تحدثت عنه مصادر نقلا عن السفارة الأمريكية بأنه كان هنالك تهديد تشكله هذه الميليشيات على الاعتداء على السفارة وأخذ رهائن؟ يعني هم قبل ذلك وصلوا باب السفارة وما أخذوا رهائن، هذا قرار بيد الإيرانيين. الإيرانيين اليوم يحققون نجاحات في مواجهة الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي الطرف الأضعف في مجلس الأمن، فشلت في أن تجدد العقوبات على العراق، وأقرب حلفاء الولايات المتحدة لم يقفوا معها، وقفوا بالضد منها. إذا لماذا تصعد إيران وهي تكسب جولات إثر جولة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا لا أعتقد أن الإيرانيين بوارد الذهاب لهذه المجابهات. الإيرانيين بهمهم يحصلوا نقاط، بهمهم مجابهات ناعمة، ولن يذهبوا إلى المواجهات الخشنة في هذا الظرف إلا إذا الولايات المتحدة الأمريكية قررت ذلك، فسيدافعون عن أنفسهم. أنا أعتقد من الغباء أن اليوم الإيراني يقرر الاشتباك مع الأمريكي. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.